فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في مدرسة ونعود الطلاب في صلاة الظهر على الأذان والإقامة، بعضهم يخطئ عند أذانه أو إقامته، فهل يعاد الأذان أو الإقامة أو يكتفى بالتصحيح لهم عند أدائها؟ إذا كان لا يخل بالمعنى فيصح إذا أذانه، أما إذا كان خطأه يخل بالمعنى فلا بد من إعادة الأذان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.